مساء الخير. مساء الخير. هو مفيش حد هنا ولا ايه؟ ومارس تاني. انت اسمك ايه؟ انا اسمي عم محمد. انا ياسمين. يا عم محمد اهلا. يا ياسمين، انا جاي اسال على الورشه بتاعت استاذ محمد حبسي بتاعت السيناريو. دي اتاجلت 4 شهور كمان. طب ايه، امشي يعني وارجع كمان 4 شهور؟ ثانيه واحده، انا عندي جدول من السنه اللي فاتت، بس يا رب يا رب الاهول. هتلاقي ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضلي. الو. ايوه استاذ حفظي. حجزت تذكره. خلاص هسيبها على مكتب حضرتك، عشان لو عديت متاخر تبقى تعدي تاخدها. مع السلامه. على كده بقى هو مش هيبقى موجود الايام اللي جايه دي يا عم محمد؟ لا موجود ان شاء الله، لو حضرتك حبيت تسالي على اي حاجه. لا اصل سبعات بتقول تذاكر وسفر وكده. لا دي تذاكر مسرحيه مش تذاكر طيران. ايه ده بجد؟ مسرحيه ايه بقى؟ دي مسرحيه مسمعه قوي، والاهرام والاخبار بيكتبوا عنها. اسمها ايه بقى المسرحيه دي؟ لو حلوه الواحد يروح يبص عليها. اسمها هدوء نسبي. انا تعبتك يا عم محمد. تحت امرك. باي باي. مع السلامه.